تبادل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة والصديقة ورؤساء الوزراء وأولياء العهود ضمنها سموه حفظه الله خالص تهانيه وأطيب تمنياته لهم بوافر الصحة والسعادة، سائلا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على هذه الدول وشعوبها الشقيقة بمزيد من الخير واليمن والمسرات.